بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. مين فينا مش فاكر نطق وخفة دم شكار وكامل رقتها وهي بتنطق في فيلم العتبة كزاز خلص مالص بالص؟ الفيلم ده انتج 1969 بطولة فؤاد المهندس وشويكار. تعال نعرف قصة وحكاية ومعنى خلص مالص بالص. معنى خالص مالص بالص صق خالص الضرائب، بترجع الكلمة لعهد الدولة الفاطمية حيث كان الفاطميين بيفتتحون أبواب القاهرة مع أول ضوء للفجر، وكانوا لا يسمحون بدخول التجار إلا بعد دفع الضريبة المقررة عليهم يوميا. اللي كان بيدفع الضريبة من التجار بيحصل على صق بأنه خالص الضرائب. إنما بقى كلمة بلاص ممكن تكون بلاص مش أو بلاص عسل أو أي شيء. كان بيدي التجار للجنود اللي واقفين على بوابات دخول القاهرة بلاص إما مش أو عسل بديل عن النقود، وبيسمح لهم الجنود بالمرور، عشان كده كانوا بيطلقوا عليهم بالصا أو بلاصا. يعني التجار دفعوا الضريبة المقررة عليهم عن طريق بلاص مش أو بلاص عسل. إنما بقى كلمة مالص يعني بيتملص من دفع الضريبة، ودي كانت بتتقال عن التجار اللي كانت تجارتهم تجارة صغيرة ولا تتجاوز تجارتهم حمولة جمل أو حمار، فكانوا بيسيروا بها جنب قوافل من قافلات دفعوا الضرائب محاولين التهرب من دفع الضريبة. وأول ما الجنود بيشوفوهم بيحاسبوهم وبيوقفوهم وبيقولوا عليهم مالص، يعني تملص من دفع الضريبة. عشان كده انتشرت كلمة خلص مالص بالص على لسان المصريين، بتتقال عند إبراء الذمة أو التأكيد على سداد كافة المستحقات والرسوم المقررة. وفي النهاية بقول لكم دمتم بخير.